وغن نفس واش ناخذ كاس افريقيا 2015 في المغرب ان شاء الله. وهذا هو هذا هو المنى وهذه الغايه الكبرى ان شاء الله لنا، لانه غيكون احتفال كبير ان شاء الله في المغرب تحت السياسه الرشيده لصاحب الجلاله. وغادي تصادق وتكون مواطن صالح وتكون شفافيه في التعامل معاه. فلهذا ما بغاش تكون في تمام السريه كما قال السي عمران، بغيت تكون يعني تكشف على كل حاجه درناها حتى من الناحيه المعنيه الماديه باش بدا يكون مواطن صالح كنأدي الواجب. فهذاك العقد اظن بانه فيه صلاحيه كامله، يعني لاكارت بلونش كما يقال نفس التي تعطى اي اطار هذا اولا. ثانيا تكشف على كل الامور الماديه يعني بمحض الاراده باش نعرفوا بانه، ولكن هذا الشيء كلشي تاتي صغير بريد، لان غادي تقطع منه يعني الضريبه باش يكون مواطن يعني كيشارك في التنميه في شعب المغرب جميع المسائل. ما تشوفوش ماشي في التطمير رفيه الضريبه.